داخلية وخارجية، والالتزام بالزيارات العائلية للعائلة الأجنبية فقط، وأنه ما يصير أي تغريدات. شباب جيبوا السيارة، طبعا جيبوا سيارة الباشا. إذا أرجوك أنت هذا بيت الحسين، أنت بتدخل علي بتقولي شو أعمل ومع مين ألتقي من شان وطني في بيتي؟ أنا مش جاي جاي تهددني؟ لا ما بهددك. شو الكلام هذا؟ لا سيدي لا يمكن. بتقولي ما أطلع أشوف الناس؟ بتقولي ما أختلط؟ سيدي أرجوك أمير. سيدي أمير. سيدي اسمع جاي أحكي. سيدي سيدنا ما بعرف أنا شو إحنا الأجهزة الأمنية اللي بحكي لك سيدي. يعني أنتوا الأجهزة الأمنية قاعدين تهددوني؟ ما بنهددك. طب شو اللي قاعدين تحكوا بس؟ لا يا سيدي إحنا بنحب. سوء إدارة الدولة بسببي أنا؟ لا سيدي ما بنحب. الفشل اللي قاعد يصير بسببي أنا؟ سمو الأمير. سيدي سامحني، التخبيص اللي بيصير بسببي أنا؟ سمو الأمير لو سمحت. إذا سمحت يا سيدي، أنت جاي على بيتي تقول لي أنت ومدراء الأجهزة بتهددوني؟ ما بنحب. ما تطلع من بيتك بس تروح عند أهلك وما تغرب؟ سمو الأمير. سيدي اركب سيارتك واطلع من الباب. اعذرني انا بحترمك وبحترم المؤسسه تبعتك، بس ما بتحكي لي هذا الكلام ببيت الحسين. تركب سيارتك وتطلع من البيت. سيدي سيدي ارجوك. سيدي ارجوك سيدي ارفع صوتك. الناس ما لها شو ما ترفع صوتك. انت بتعرف الكلام اللي قاعد تحكي لي اياه؟ سيدي سيدي انت بتعرف الكلام اللي قاعد تحكي لي اياه؟ انا عارف شو بحكي لك. طيب تركب سيارتك. انا بس انه غير محرج. بلغت الرساله سيدي. انت بلغت رساله مين؟ رسالتي انا ورساله مدير المخابرات العام ورساله مدير الامن العام. انه ايش؟ انه سيدي تلتزم بما قلت لك. ايش؟ عيدها مره عشان اسمعها وقتها. لا عيدها عشان اسمعها وقتها. سيدي هي الاختلاط والزياره. انه ما اختلط وما ازور الناس، هذا الكلام اللي قاعد تحكي لي اياه. سيدي والسوشيال ميديا اي تغريدات؟ اي تغريده؟ انا انت اخر مره غردت؟ انت اخر مره انا غردت يا سيدي؟ انت اخر تغريده لي؟ انت مش شايف؟ انت اخر تغريده لي يا سيدي؟ انت مش شايف الفيسبوك؟ سيدي انا اردني حر ابن ابوي، الي الحق اني اختلط بابناء شعبي ووطني واخدم وطني مثل ما وعدته واقسمت له وهو على سرير الموت. فانت جاي هسه انت يا سيدي سامحني، وين كنت قبل 20 سنه؟ أنا كنت وليعة هذه البلد بأمر من والدي الله يرحمه. الله أنا أقسمت له إني أظل أخدم وطني وشعبي ما حييت. أنتوا هسا بعد التخبيص اللي قاعد يصير اللي مش بسببي وأنا ما إلي علاقة فيه جايين تحكوا لي ألتزم؟ أنا ما بحكي لك سيدي لا تلتزم سيدي لو سمحت. أرجوك يا سيدي كون واضح معي. رسالة مني واضح من أحنا الأجهزة الأمنية، من مدراء الأجهزة الأمنية جايين علي يعني؟ ما بنهددك، إحنا سيدي بنقول لك إنك تعديت الخطوط الحمراء. أنا تعديت الخطوط الحمراء؟ طيب توكل على الله. أشكرك سيدي. الله يعطيك العافية. سيدي اسمع أرجوك، أنا بحترمك كشخص وأنا بس التخبيص هذا اللي قاعدين نسويه بالبلد سيدي راح يدمرنا كلنا. ما راح يدمرنا، يدمر أرث أبائي وأجدادي. سيدي اركب السيارة وطلق. خلي العائلة متحدة. سيدي العائلة التخبيص اللي قاعد يصير فيها مش مني أنا، أنت عارف من مين وأنا عارف من مين، فإذا سمحت يا سيدي توكل على الله. تشكر سيدي. شكرا أمير. والمرة الجاي ما بتجي تهددني ببيتي. بيت الحسين يا سيدي. ما هددتك. تفضل يا سيدي. شكرا سيدي. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية يا أخي، سامحونا.